الله. ايوه ايه وحنا ايوه ايه جا ايوه دعم دعم يا الحركه اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو رح نلعب الإضافة الثالثة والأخيرة للعبة سبايدر مان. الإضافة الأولى اللي يذكرها كان فيها بلاك كات، والإضافة الثانية فيها هامر هيد أو أبو راس ذاك. إن لم يذكر الإضافة الثانية أبو راس المفروض إننا قتلناه، وحتى الشرطية طلقت على كذا في راسه، وبعدين جاء واحد أعطاه إنعاش مدري إيش رجع للحياة. عارف ان الشرح بيض بس ان شاء الله انكم تذكرتم. وبرضو في الاضافة الاولى بلاك كات المفروض انها ماتت، فهل في هذه الاضافة سنعرف انها ماتت ولا حية ولا لا؟ سنرى. ما طول عليكم يا شباب، لا تنسونا اللايك وخلونا نبدأ. ماري جين واتسون مساعد محرر، الملاحظات البحثية. اوكي. الموضوع اللي بدأ كسرقة للمتحف من كام يوم تحول لهجوم وحشي على المدينة، والخسائر عمالة تزيد باستمرار. امبارح بعد محاولة قتل هامر هيد زعيم الماجيا، أجبروا كابتن واتنابي إنها تاخد أجازة إدارية. أوه. وقالت لقائد الشرطة ده مش هيوقفني. ملاحظة. أوكي. هتابع ده بعدين. حاسة إن دي مش نهاية قصتها. في نفس الوقت هامر هيد اللي أعلنوا وفاته في المكان تم إنعاشه وهرب من الحجز. الشرطة بتدور عليه بس مفيش أدلة واضحة. رجالته لسه بيستهدفوا أسلحة السمور وعربياتها، بما فيهم حاجة اسمها مشروع أوليمبوس. أوكي. من اللي قدرنا نجمعه أوليمبوس هي مبادرة بيمولها أوسكار بالسمور، وهي تكنولوجيا معززات حيوية لتحويل الناس لجنود خارقين لا يقهروا. هامر هيد متوحش ومجنون، ومن الواضح دلوقتي إنه لا يقهر. بس الأهم دلوقتي نعرف هامر هيد مستخبي فين، والسؤال هو هنعمل إيه لما نلاقيه؟ ندعس وجهه لذا الجبهة. اوكي بدينا. أهلا. أيوة. أنا... طيب شباب احنا دحين راح نتوجه لمكان رجال هامر هيد جالسين يهاجمون عشان ياخذون ادوات السمور مدري ايش. وثاني شيء شوفوا هذه البدلة نزلت جديدة، اللي يعرفها هذه من افلام سبايدر مان الاولى. شوفوا شكلها، شوفوها هذه من الافلام اللي في البداية. المهم يلا نكمل. طيب هنا سلام عليك. ايوه ايوه وي في واحد لابس ذا، شوفوا قدي اي يعني كثير يستخدمون في البتله ولا ايش؟ فهم هذا غصب هزمناه مرهين. استنى اوكي هو ده استعراض؟ انا بحب ده كيجوري. اوكي يلا بسم الله. غصب هزمناه مرهين. خلونا اول حاجه تخلص من ذولي وبعدين ايوه لا اقول لك ابعد بس ابعد. اوكي يعني كلكم طيب لا 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 عليك انت يا سلام. اوكي حلو اوه اوكي باقي واحد فوق. جلدو ذا يا اخي اكره اللمعه مع ار بي جي مره. يلا دحين نتفاهم يا هوج. اجى واحد ثاني. اوكي المفروض كان تخلص من التوب وافتك. طيب يلا يلا حطي في بيض. ايوه حلو. اصلا كيف اقتله دحين ذا؟ ما يتلصق حتى ولا يصير له اي شيء. ولا هذا نفسه؟ اوه مات. ايه الحب حق السبيدرة الصغيرة. تعالوا 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 يلا يلا ساعدوا. يا سلام ايوه وجلد التوب ذا. ايوه حلو حلو. بلع 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 بلع. اوكي انا راح اندعس، احتمال كبير اني اندعس. ها بس اقول لكم يعني يب اندعس. اوه جلد قوي جلد. هي ممكن انه اقدر اطيره زي الدبب الباقي. يعني هذا دب بس انه لابس، وانا كان خايف مره من الموضوع. ابلع بس يلا لصق امه. يلا يلا لصق امه. والله اليوم بس دقيقه دقيقه ما يطير الا اليوم يطير. اي ما يتلصق ليه ما يتلصق؟ اوه خلاص خلاص يلا جلد خلاص. ايوه واو في واحد يطير برضه. ها ايش الملابس دي اللي يسرقوها؟ يدعسوا سبايدر الحق. ايوه شوفوا سبايدر مان نلعب لعبة الانقاذ. اوه اوه تصرف وقت
لا تقول لي حيطيحوه. يلا يلا الحقنا بسرعة بسرعة بسرعة. طيب ايش تسوي يعني اتجاوز هذه الحمراء ولا كيف؟ لا لازم ادعسهم. طيب دقيقة هو لعبتي الجو، الجو لعبتي، انت جالس تحاربني في الملعب يعني حقي. اوكي تعال بسم الله. لا تجاوز. اوكي لا والله اتوقع ان الجو مو لعبتي. يا اخي كيف اتجاوز في الهواء صعب مرة. ياهو ياهو ايش ذي الاشياء؟ خلاص ها ابلع انت. احسنت. اوكي هاي ايش جابك انت الدب؟ ايش جابك؟ لا تقول لي ذا كان يطير برضو مع العيال. ياهو لطموني يا جماعه. اوكي تعال انزل لي الارض، انزل لي الارض. اوكي نزل لي ودعسني. طيب خلاص الدب خلاص يا جماعه، شوفوا ايش يطلقون عليه شيء كثير. ها وين بالجو دعسوني. ها ايوه جلده في الجو ذا. خلاص انا عصبت اعطيه سوبلكس مدري ايش. ايوه ها مدري ايش صار له بس توفى. حتى ما يرمي كذا بس يفك للحب في الهواء تلصقه كذا وتعطيه كذا ويلا السلام عليكم. ها خلاص تلصق. ابلع الحركه دي. ها ابلع. ايوه خلاص صح. طيروا طيروا هناك. ايوه شوفك على خير سلام عليك. اوكي ها لا تقول لي حيجون عدا زياده. اوه هذا لازم الحقه صح. مسكين الشرطي. بدر يلا قرب بتحداك. هو ده تحدي عادي ولا زي التحدي المستفز؟ او ماي جاد بتاعتك. ها لا بس هيبقى كويس جدا لو كان بتاعك. ديم اوكي اوه هاي الحق 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 هاي والشرطي. اوكي ديم والله ذكي. ديم كنت شفت بطل خارق يسوي هذه الحركة. ديم يا سبيدر يعني هو دايما خيار اما تنقذ او ذا بس ذا سواء الثنتين. ما شفتكش من زمان. بتشتغل مع مين؟ بيشتغل عند هامر هيد. هو فين هامر هيد؟ واو واو ممكن نروح نشرب قهوة ونتقابل زي الناس العادية؟ بالمناسبة أنا بحب الحوامة الجديدة بتاعتك. قول لي كل اللي تعرفه. بعرف أتكلم أحسن من غير مسدس في وشي. هعد لحد ثلاثة. طب نزلي المسدس. هذه زعلانة. نعمل ده فعلا؟ اثنين ستة تسعة سبعة ثلاثة. أوح أوح والله زعلانة مرة. هاي راح اواجهها ليه؟ والله مره زعلان حتى تعسني. اوكي واضح انك متوتره شويه. ممكن هدوء شهيق زفير شهيق زفير. صدق ايوه الاقي هامر اعطيها. يا ريت ما في ميم دي ميم. بس لو بطلنا نضرب بعد انا عارف ليش زعلان. في التريلر تقول انه ليش هذول اللي استخدموا الاغراض حقي مدري ايش. انت كنت بتسمعي النشره بتاعت جيمسون؟ اوكي المفروض انك حامي الماكينه دي ورغم كده سمحت الهامر هيد ده انه يسرق اسلحتي. ايوه تشوفون تقول انه هامر هيد سرق اسلحتي حقي. انا بحاول امنعه. هاي هذا ما تنفع. انت فشلت. ايوه خلاص استخدمك. ايوه حلو في وجعتني بس عارفه انت عندك حق. ما يمدي ما يمدي. ممكن تكون بتشتغل معاك السر. ياهو انا كده اتهنت. طيب دقيقه انا ما اعرفك. كيف الجلود هذه؟ واضح جدا تقول انا ما اعرفك. اي والصعبه اللي بيننا والا هتتحمل العواقب. ابعد عن طريقك وانت بتعملي ايه؟ وانا بدور على هامر هيد واقتله. طيب بالتوفيق. هو مش هيموت بسهوله. هو لسه ما قابلني. ياهو وتنفع مع هذه الحركات. طيب خلي استخدم هذه السبيدرات الصغيره تساعدني. ايوه ايوه يا سبيدرات شوفوا. ايوه ياهو يا جماعه انا مدعوس انا مدعوس. اوه اوه فجرت الباس سبيدر الصغير. ايوه حلو حلو يا سلام. لا مت يا اخي كيف هاجمها تعطيني ذي الحركه قوية مرة. اوكي توجع لها ثلاث ضربات حلو. ايوه اوكي لا يا اخي ذي الحركة ترفع الضغط. اوكي ما ينفع معاها هذه الاشياء. سبيدرات الصغار. اوكي ايوه اوكي يا الله شوفوا كيف تجلدهم سريع سريع. هاي مت ولا اوكي ما مت. اوكي حلو حلو. طيب هذا حيهرب. ها حيهرب
مسكين مسكين كان ايه ده؟ جلده حتى يعترف بالدرج. ايوه ايه اللي حصل لك؟ كنت فاكرك حد كويس. والله حقها مره. انا شاطره في اللي بعمله بس انا مش راجل. اعتقد انك فهمتي غلط. اوه دام الشرطه. طيب مع الشرطه في امان. ايه اللي حصل اللي ممكن تشكرني بانك ما تموتش؟ هذه اذكر انه يوم مره حد كان مو زعلان عادي وكذا، دحين جت ال انت المفروض تحمل مدير اسلحتي ليه سرقوها؟ طيب ايش دخل امي يعني؟ طيب يا شباب احنا الى الان ما ندري فين هامر هيد، ولكن المهمه اللي بعدها الان راح نطارد رجال هامر هيد لانهم جالسين يخربون في المدينه وكذا، ممكن ان نلقى ادله ونوصل لابو راس ونجلده. يلا اوكي. طيب اوكي ايوه افتح. انا اللي قاهرني ان كلهم بدهم لابسين كذا هذه البدله. انا لازم اوصل للسواق ده قبلهم. اوكي الان المهمه لازم اجلد الجنون وما يدخلون للسياره. ها يلا يلا اوكي. دحين حيجون ناس زياده. ايوه جو جو ناس زياده. اوكي اوكي يلا لازم حد يروح على السياره. ها آه لا الباب الباب الحق الحق الباب. اوكي ايوه حلو لصقنا. لا لا لابسين دي بس انه مو اقوياء مره. لا هذا البلكة براسه تبلع في خويك. يا سلام. وانت برضو شيل هذه وبلع. يلا ايوه لا اكره اللي معاه مسدسات. اقول لك ابعد على السياره ابعد ما تفهم. اوكي ها انت طير. يلا يلا ايوه طير ذا برضو. هذا اللي معاه مسدس من بعيد تعسك. ها تعسك. ايوه ايش تسوي ذا جالس متكي؟ اي انقلع هذا منطقه جلد. كي لا سير سير. ايوه اوكي يا سلام. الله الله بازوكا بازوكا. يا الله ذول اللي يطيرون يا جماعه. جاء ها جاء الخفيف. يا الله اللي يندعس. اوكي يا سلام. وجلد ذا برضو حلو. وذا اللي يطير المفروض اجلد اللي يطير شوي. ايوه اي والله اني جالس. اي تفتح الباب. ها تفتح الباب. والله انزل انزل. ها ابلع. اي لصق في الجدار. تعال افتح الباب تعال. خليك بعيد ارجوك. خلك متكي. تبغى الباب خلك متكي فيه. يلا الرجاله دول ما بيهزروش في موضوع سرقه اجهزه الصمود. هم في الحقيقه ما بيهزروش. يلا هذه برضو مهمه زياده. رجال هامر هيد جالسين مره يعني ما ياخذون راحتهم في المدينه. اوكي ايوه هذه جالسين ياخذون البدل هذه. ها زبيده اتحركوا. امسك امسك لك واحد. هي هي يلا 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 بسرعه بسرعه الحقناهم. يلا اوكي ايوه يا سلام الحق. ايوه يا الله الواضح انكم مستعجلين يا رجال. تبدا هو غالبا ملوش علاقه بكل البضائع المسروقه اللي كمل على خويه. يلا سلام عليكم. روح للسواق ده. ايوه هتيجي قريب علشان تساعدك. سلام عليكم. ايوه وقف السياره دحين. يعني دحين احنا راح نوقف الشحنات عشان ما ياخذون هذه البدل يعني ويستفيدون منها. لازم ارفع العربيه الثانيه. هي لا لا اوه يا التجاوز. اوكي حلو لا لا انت شفتني. سلام طيب فين قدام. اوه على طول لصقوا. حلو يلا يلا باقي 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 توقع واحده او ثنتين انا متاكد. اوكي الله هي اضغط عليه. ايوه دين ايش ها. اوه دام والله دام. اوه تفجير عندها ما في عندها يمين يسار على طول. دي شكلها هتموت حد والله من جد. طيب هي اوه اوه جلسه تهاجمت سيارات. اوكي هو ايه البتاع ده الطياره؟ طيب ايش اسوي دحين؟ السيارة اوقفها ولا ايش بالضبط؟ اوقف السيارة قبل ما تيجي لدهم صح؟ تهاجمون انا ابغى انقذكم يا كلاب. اوكي؟ ياي اندعست. هذه نهايتك تبغى تنقذ. هذه انا ترون عانيت كفاس ماي لايف في جرانتي زي سبايدر مان لكن ايش نسوي؟ مرات لازم تنقذ الاشرار. اوكي؟ ايه السواق
اي لا لا في واحد ورا. ايوه اوكي وده حنسوق. يلا خلاص يا سلام خلاص تم التحس تم التحس. اوكي بسرعه 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 وقفها. لا ايوه واو هذا يطلق. شوفوا جالسوا يدمرون المدينه. يلا يلا اوكي ايوه يا سلام دمر دمر هذا الرشاشة دمرها. ايوه قفوا يلا اصل امها اصلي. اوكي اوه ايش هامر هيد هذا حق هامر هيد الطائرات الصغار. لازم لازم اكسر هذه الصغار قبل ما تدمر الطائرة حق هامر هيد حق الصمور قصدي. بسرعة بسرعة الحق الحق. دمر 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 دمر. حلو حلو دمرت كم؟ ثنتين ولا ثنتين ثنتين باقي واحدة. اوكي بلعي 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 كفو كفو. انقذتك تاني انقذتك. لا باقي 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 باقي. هاي كفتي كف كثير مرة. دمرت ثنتين. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه ايوه حلو حلو حلو. ها دمرت كثير دمرت ثنتين صح؟ ايوه باقي واحدة هنا دمرها. الله ايوه ايه وحنا ايوه ايه جا ايوه دام دام يا الحركه. اوكي يلا نوقف الشاحنه هذه. ها تمام ودلوقتي دور اخر شاحن. لا تطلق عليها بس وتقتلني الحين. والله ناويه ناويه يعني سيئه جدا عشان الاغراض. ايش الخطه الحين؟ قدام. اوه ماي جاد والله الطائرة هذه دم مرة يا جماعة. بالراحة بالراحة. فين هامر هيد؟ حيقول لها لو اتكلمت هيقتلني. يبقى اعملي اللي المفروض تعمليه. تقولي حتقتله حتقتله. اوكي بصي احنا الاتنين عايزين نفس الحاجة. لو اشتغلنا مع بعض هنقدر نلاقيه صدقيني. اوكي اقتنعت شوية؟ صح هنشتغل سوا زي الشركة. اوكي مستغرب انا. ايوه شركة. كلبة كلبة وضعت طيب تحسس من تجسس. اي انا متأكد بشكل كبير قوي انها مش انسان آلي. خدعتني ديم. يلا يلا المهمة اللي بعدها. نحن في مكان لازم اننا نحقق فيه وكذا نشوف ايش فيه. طيب ساقت امه عليك يا زبيدر. والله ان احنا مساكن سوبر هيروز نعاني مرة. اوه بتعمل هذه محصلين عميل الصمود دي كده مش معرفة. دعس دعس دعس. طيب دقيقة قبل عدو اول واحد. اوكي يا سلام يا الله يا الله يا المتعة. اوكي يلا بس قلتهم سريع. انا سريع قلتهم ما عندي وقت ما عندي وقت. ها شوفوا داعش باقي واحد بس هذاك. سلم عليه تعال وتلصق هنا. يلا نشوفك على خير. كنت 30 ثانية خط. ها هي هذا منهم وجالس يدرس. اوكي ممكن انه يقول لنا بمكانها مرعب. لازم تعلمني ازاي بتعمل كل ده. كنت اتمنى لو اقدر اقول ان ده فن بس في الغالب انا بحاول اتفادى الرصاص. طيب انا مديون ليك. اوكي الرجاله دي كانت عايزه ايه؟ دي امدادات انسانيه رايحه سمكاريا. اوكي سمعت عن الاضطرابات المدنيه؟ سمعت انها اقرب للحرب الاهليه. فعلا تمام. الرجاله دي هجمتني وسرقت معظم الامدادات. ودوهم فين مش عارف. انا هاخد بالي وهبلغ اول ما الاقي حاجه. مبسوط بمقابلتنا يا ديفيد. ديفيد اوباديمي. ديفيد اوباديمي سبايدر سبايدر مان. طيب هو الاسم ما كانش قد كده غريب قوي في دماغي. طيب يعني هذا الا ارجع اتاكد. دقيقه دقيقه هذا مو لابس نفس لبس العيال. لا والله اوسكورب هذا من اوسكورب. اوكي
اوكي بس شباب نوصل نهايه الجزء الاول من الاضافه الثالثه باذن الله. راح احاول اني انزل الجزء الثاني في اسرع وقت ممكن. اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسون تقيموا المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم على خير. سلام. We'll be right back.